متابعينا الكرام، ولحظات وصول مصيحان الى خط النهاية يقطع مسافة 8 كيلومترات بفترة زمنية مقدارها. محمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي على فوز مصيحان بالمركز الاول 13 دقيقة و21 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبد الله بن محيروم المحرمي، وسلام يا العين سلام مع الأداء المتميز اللي قدمه مصيحان. 13 دقيقة 22 ثانية، 3 أجزاء من الثانية، توقيت مياس. تهانينا للسلطان بن سعيد بن مسلم الدرعي واللي وصل مع المركز الثالث شاهين. تهانينا أيضا لسالم بن محمد بن سالم العامري يقطع مسافة 8 كيلومترات في 13 دقيقة. ثلاثة وثلاثين ثانية، 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، التواصل يتجدد والانطلاق لشوطنا الثامن من ضمن هذه الاشواط للقعدان الثنائي المهجنات الاصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط والى المركز الاول، من يتواجد بالصداره وعلى المقدمه النشمي لفلاح بن سعود بن ناصر الحجمي هو من ينطلق بصداره الشوط. المركز الثاني من ياتينا في ثاني المراكز الحنيش لعيسى بن خادم أبو علامة القبيسي من ينطلق في ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث والتواجد على ثالث المراكز في هذه اللحظات من يأتينا في ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام هنا يتواجد في هذه اللحظات في ثالث المراكز الانطلاق والتواجد من نجم مطر بن عتيق بن مطر القبيسي في ثالث المراكز. رابع المراكز من يصل الباز بريك بن سعيد بن صالح المري، وفي خامس المراكز ياتينا نشوان سيف بن علي بن عزيز الشريفي. انتقل للمركز السادس والانطلاق والتواجد من شاهين ناصر بن حمد بن محمد بن حمده المري. سابع المراكز ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام اللي هو هناك بطاش سالم بن خليفه بالسيود الدرعي يصل في ثامن امور، انتزع الصداره في هذا المسار. نقد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي من غير الامور على مقدمة الشوط. شاهين ناصر بن حمد بن محمد بن حمده المري في ثاني المراكز، وثالث المراكز من يتواجد أشقر سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. السلام قدوم هنا في هذه اللحظات من يصل نشوان سالم بن علي بن سالم المنصوري وصل في ثالث المراكز، وأيضا قدوم هنا وبران عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتوجه. الباز بريك بن سعيد بن صالح المري يصل في هذه اللحظات، والقادم أحلى. وصل مشاهدي الكرام أشقر، أشقر في هذه اللحظات سلطان بن علي بن سلطان الاكتبي. السلام عروض مميزة في هذا الانطلاق، عروض انطلاق مميز في هذا المسار. أعود مع مقدمة الشوط، مع المركز الأول، مع المسار الأول، مع الانطلاق الأول نجد مطر بن عتيق بن مطر القبيسي، ولكن هنا شاهين ناصر بن حمد بن محمد بن حمده المري يصل في ثاني المراكز. الحوار الثنائي، حوار الناموس، حوار الفوز، غير الامور بن حمده، غير الامور شاهين، انتزع الصداره، انطلق انطلاقه الفوز، انطلاقه الناموس، يغادر الجميع. يا سلام ناصر بن حمد بن محمد بن حمده المري، ولكن قدوم هنا يصل مشاهدينا الكرام نشوان سالم بن علي بن سالم المنصوري، وايضا ثاني المراكز هنا يتواجد هنا اللي هو نجم مطر بن عديق بن مطر القبيسي، وايضا وصول من النمر سلطان بن خليفه بن سالمين الحميري. أول إذا على النمر مشاهدينا الكرام، ووصلكم النمر إلى المركز الرابع، إلى المركز الثالث، انطلق انطلاقة الفوز والناموس. هنا اللي هو ينطلق شاهين ناصر بن حمد بن محمد بن حمد المري. يا سلام عروض مميزة في هذا المسار والانطلاق. شاهين غادر، غادر الفوز، غادر الناموس والانتصار، شاهين لناصر بن حمد بن محمد بن حمده المري، ولكن هنا النمر وشاهين، شاهين والنمر، شاهين، شاهين، النمر، النمر
شاهين 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 مشاهدين الكرام، الأقرب للفوز، الأقرب للناموس، تهانينا والناموس لمالك شاهين حمد بن محمد بن حمد المر المركز الثاني، النمر سلطان بخليل بن سالمين الحميل المركز الثالث، مطر القبيسي المركز الرابع، من وصل مشاهدين الكرام اللي هو شاهين أو نشوان سالم علي بن سالم المنصوري. هكذا كانت النتيجة مشاهدين الكرام. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام متابعين الأعزاء. هاي أمامكم الإعادة لهذا الشوط، شاهين ناصر بن حمد بن حمد بن حمده المري قطع المسافة في زمن وقدره.